يا اهلا وسهلا، اهلا 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 طلابي حبايبي اللي لسه مخلصين امتحان العربي. طلابي اللي لسه مخلصين اللجنة وطلعوا مبسوطين. ارجوكوا 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 رسالتي ليكوا، ما تراجعوش الاجابات بتاعتكوا، خلاص ما تراجعوش، ما فيش حاجة هتستفيدوا منها، مش هتستفيدوا اي حاجة على فكرة. لا هتغيروا الاجابة الغلط ولا هتغيروا من اللي حصل، من اللي حصل خلاص، اللي حصل حصل. فانت الحاجة الوحيدة اللي هتعود عليك، هتعود عليك بالسلب، مش هتستفيد اي حاجة خالص. يعني بلاش تعمل في نفسك كده، دور على مصلحتك، فكر في اللي جاي، اللي انت بايدك اللي جاي، فكر في اللي جاي، اللي بايدك اللي راح ما بقاش في ايدك خلاص. فبلاش تعكنن على نفسك، فكر في امتحان الفرنساوي اللي جاي. وبالتوفيق ليكم، دي كانت نصيحتي السريعة ليكم. بعد اي امتحان، مش بس العربي، بعد اي امتحان ما تراجعش اجاباتك، ما تراجعش. خلاص حاجة حصلت مش هتغير فيها اي حاجة، اصبحت ماضي لباسي ولباسي كومبوزي، اصبحت ماضي خلاص، مالكش اي تدخل فيها. خلاص ليك تدخل في اللي جاي ان شاء الله. شد حيلك وذاكر في اللي جاي، كرس كل نفسيتك للي جاي. خلاص بلاش تبوظ مودك، بلاش تبوظ نفسيتك، بلاش تجيب لنفسك الاحباط والكآبة. خلاص اللي فات فات. دي كانت رسالة ليكوا سريعة. اتمنى لكم التوفيق، جود لك كلكم، بحبكم كلكم. ذاكروا 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 ان شاء الله كلكم تطلعوا مبسوطين من كل امتحان. على بخشن.